كسر بقى امن الدولة صح؟ قوات خاصة و الجزء اللي بقى حضرتك ده كله كده من هنا كده ده وقع، يعني مش فتح الباب او مثلا خبط، هما بيبصوا افتكروا في بلطجيه موجوده فلقوا ليزر في عينيهم فتاكدوا ان في بلطجيه، اصل ما فيش شرطه هتخش بليزر في عينك، فهم خافوا وترعبوا مين بيحاولوا يفتحوا عشان يشوفوا مين. طبعا الليزر في عينيهم راحوا رازعين ان ده بتاع حوالي 10 انفار عتاوله، جابوا الجزء ده كله على الارض هنا كده. عبد الرحمن حبيبي كان قاعد بيذاكر هنا، جري دخلوا جري على هنا، امه طلعت من جوه من الاوضه من جوه، هو بينام هنا عبد الرحمن دي اوضته. طلع جري، انتوا مين؟ كلهم اتلموا هنا كده عايزين يشدوا الواد، انت مين؟ انت مين؟ هم فاكرينه اخو عبد الرحمن، فبيقولوا عبد الرحمن فين؟ قال لهم انا ما عملتش حاجه. امه بتشد الراجل بتقول له انت معاك امر نيابه، انت مين؟ انت مين؟ وملثمين على فكره. بتتكلم راح رازعها بالقلم في الحته دي بالظبط، فهم نازلين عملوا قنبله مثيره دموع على الشعبين. الست اللي قدامنا بتفتح الباب، في ايه؟ بنيه، راح قافلين الباب على وشها. بيسالوا بابا تحت، له هو ده ليه؟ مش هو مش هو هو فاكر جاي بقى لحاجه ضخمه، حاجه بقى ارهاب؟ لا، عيل صغير قاعد بيذاكر عشان عنده امتحانات. اخته الثانيه طالعه من جوه، راحت جاريه على جوه، راح ضاربها وزقها ورشهم بالسبراي، اغمى عليهم. كنت انا عند اختي هنا في البيت جنبي هنا قريب مننا في شارع انا كده. انا جيت جاري بقى في الهيصه وصنبيت اللي حصل دي كلها. عبد الرحمن كان هو عضو في التيار الشعبي. كل الفعاليات اللي كان بيشارك فيها من خلال منطقه المطريه هنا كان بينزلوا في الاعياد، لانه طبعا انت عارف هو سنه صغير وحجمه صغير، وهو عنده مشكله كمان في القلب ان هو مريض، فما بيقدرش ينزل لا مظاهرات ولا الكلام دوت. وهو عارف اللي هو عارف هو عنده ايه، يعني هو نفسه الولد عارف هو عنده ايه، عنده العصب الحائر، لما بيبذل اي مجهود زياده بيضغط عليه في نشاط زياده فيعمل له هبوط وبيغمى عليه، فهو عارف امكانياته. فلما حب يشترك في التيار الشعبي كنت انا رقيب عليه قوي قوي قوي، ليه؟ عشان عارف حاله ابني، يعني طفل 16 سنه هو عارف هو عنده ايه وانا عارف هو عنده ايه، فكان بيروح المقر بتاع المطريه اذا كانوا في العيد مثلا بيروحوا يفرقوا حاجات يحطوا اعلام مش عارف ايه للتيار الشعبي، فكل ما في اللي بيعمله ان هو كان موضوع التيار الشعبي في المطريه جنبينا هنا وكلهم عارفهم بالاسم وبالتليفون وبكلمهم، عبد الرحمن عندكم قاعدين رايحين النهارده مثلا في العيد الجامعي الفلاني رايحين نعمل بانر مش عارف ايه، الحاجات اللي هي دي الخاصه بالتيار الشعبي. هو ده نشاط عبد الرحمن. هو الحاله اللي بتيجي دلوقتي عمليه عنده ضعف الشعرات ضعيفه فبينزف كتير في السجن هناك. انا رحت له السبت اللي فات لقيته متعور هنا في رجله تعويره كبيره كده. منين دي يا عبد الرحمن؟ قال لي اتخبطت. انا سالته فيها اكتر من مره رده كان دموعه. عبد الرحمن ابني هو يعني بيقوينا من جوه. لا يا بابا مفيش حاجه. طب هي ابني حد عمل لك حاجه؟ جرى لك حاجه؟ اتعذبت؟ حد بهدلك؟ يبص لي ودموعه تنزل مش وقت. اخوات البنات لما بيروح الزياره بسيبه يقعد معاهم شويه وابعد انا، عايز يقول لهم كلمه حاجه، فقال لهم ما تخلوش بابا يسالني السؤال ده تاني. هو الحمد لله بقى له مرتين، اول مره قعد 11 يوم تقريبا في اسم المطريه، وبعد كده ودوه على هناك في حركه طبعا غبيه جدا 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 حصلت اللي هي بتاعت الامتحان، واخد بال حضرتك؟ فالمامور حب يخلص من المسؤوليه راح بعته على المؤسسه. عبد الرحمن محمد العربي اتاخد من فجر يوم الخميس، كان مصبح يوم الجمعة يعني يوم الأربع يوم يوم الجمعة، لقينا طبعا الباب بيخبط علينا وترزيع وتكسير على الباب. بالسلك يعني لقيته بيكسروا الباب علينا، بيخبطوا مين قالوا لنا حكومة، أنا ما صدقتش بقى طبعا إنهم حكومة أصلا طبعا، بحسب بلطجيه بقى جايين يكسروا علينا الباب وكده. عايزين مين؟ عايزين مين؟ قالوا افتح الباب افتح الباب. فهم لما رزعوا الباب من تحت كده الترابيس عملت مشكله في الباب، ما فعلا ما حدش يفتح الباب. فهم كسروا. قالوا هنكسر الباب هنكسر الباب، راحوا ايه؟ كنت انا وعبد الرحمن ورا الباب، راح الباب كسر علينا الباب، حتى عبد الرحمن رجليه اتعورت من هنا من الباب نفسه. من عند ركبته. انا اخت عبد الرحمن. انا كنت نايمه جوه سمعت صحيت على الرزع الجامد بتاع الباب، طلعنا قلبوا الحكومه حكومه حكومه زي ما قالت كسروا الباب علينا جامد. اول ما دخلنا فانا بشد عبد الرحمن بالظبط، كلنا كنا متجمعين عند الكرسي يعني انا وماما وعبد الرحمن كان واقف حته قد كده بالظبط بلاطتين تقريبا،
واقفين، فهو بيشد عبد الرحمن وبيقول فين عبد الرحمن فين عبد الرحمن، هو مش مصدق ان ده عبد الرحمن. حتى راحوا دخلوا جوه فتشوا جوه اوضتنا لاوضه بنات، لا عبد الرحمن ملوش اوضه، عبد الرحمن بينام هنا، فمش باين عبد الرحمن ليه اوضه. مش مصدقين خالص، لا خالص. حتى فين عبد الرحمن بيسال عبد الرحمن فين عبد الرحمن، فانا بقى يعني بقول له عايزين ايه من عبد الرحمن، وبشد عبد الرحمن ناحيتي، هو انت عبد الرحمن؟ انت عبد الرحمن. راح وقع وراح واحد شاله من ايديه والتاني شاله من رجليه، فانا بشد بقول انت عايز ايه عايز ايه، فانا عايز بشد كده، راح بالقلم راح خدني على وش جامد، وراح حتى كان معاهم حاجه بتشوك، راح زي عورتني هنا وعورتني هنا فوق في دراعي، حاجه بتيجي زي عارف اللي هم ماسكين البندقيات، فكان في طلع منها حاجه سمك تقريبا، هو قرب مني جامد فراح عمل في ايدي، مفيش صويت يعني، حتى الصويت ما عرفش صوته، وراح وطبعا جسمي كله نار لدرجه رش على فروه راسي وعلى ستي وعلى دراعي وعلى وشي، يعني مسكني بهدلني. اللي كانوا معانا اربعه، واللي كانوا دخلوا جوه حوالي برضو ثلاثة او اربعه، وكان هنا في حوالي ثلاثة، يعني كانوا مازعين نفسهم ثلاثة اربعة اربعة غير كانت في مجموعه وقفوا قدام باب العماره، عبد الرحمن قال لي مكتوب عليها مكافحه ارهاب، وكسروا كل النور بتاعت العماره، كسروا النور العماره كلها عشان ينزلوا، عشان وهم نازلين على السلم عشان رشوا حاجه عملت الدخان عشان ما حدش ينزل وراهم، ما عرفش كل اللي في السلم عشان يلحقنا ما يعرفش يخش الشارع. ضربوا البوابه وبنتها، سحبوا بنتها وهي نايمه، بنت صغيره عندها 12 سنه، قال لها تعالي طلعينا نشوف عبد الرحمن، قلت له انا ما اعرفش حد اسمه عبد الرحمن، قال لها تعالي طلعينا عند عبد الرحمن. هي بتدافع عن ابنها وبتقول له انت واخده ليه؟ راح رشش عليها سبراي، اللي هو المفروض انا عيالي وبناتي يشيلوه ضد البلطجيه، الحكومه بقت شايلاه ضد دلوقتي. فخدنا بعضينا ورحنا كلنا على مديريه الامن، سالنا هناك، قالوا لنا مفيش حد بيجي هنا، يا جماعه يرضيكم يرضيكم مفيش، لقيت التليفون جاي حوالي الساعه 10 الصبح كده او 12 او كانت 11 وشويه. احنا عرفنا ان ابنك موجود في اسم المطريه، في حد جوه في الاسم، طبعا انت عارف بقى في التوقيت دوت اللي بيعرف حد بيتكلمه وبتاع، فايه؟ قلنا ابنك موجود في اسم المطريه. جينا جري على اسم المطريه لقيناهم بداوا بيجهزوه ويرحلوه. شفته بقى وهو طالع مربوط بالحديد، واحد مضروب طلقه هنا والدم نازل وجرم، والتاني وشه متشرط والولد في وسطهم هما الاثنين، دول مسجلين جنايات في الاسم اللي كانوا رايحين النيابه، فخدوه وطلعوا بيه على ايه فين بقى؟ الحته اللي اتعملت بقى اللي هي بنلعب بالدستور وبنلعب بالقانون زي ما احنا عايزين. عبد الرحمن المفروض ان هو ليه امر ضبط واحضار نائب عام، يعني معنى كده دي نيابه امن دولي. خدوه الساعه 12 بعد صلاه الجمعه ودوه نيابه المطريه العاديه. عشان ياخد يبقى اتعرض على النيابه في خلال 12 ساعه زي ما بيقولوا او قبل 12 ساعه، ده انا فهمته الكلام ده بعد كده. ان هو انا بقول طب هما ليه ودوه؟ وهناك اللي هناك حكى لي يعني. فلما وصلنا لهناك النيابه طبعا طلعنا كلنا وراه بالعربيات على القاهره الجديده، عرضوا الولاد التانيين الاول اللي هم الجنايات، وطلعت ايه ابص على عبد الرحمن لقيته قاعد على السلم ومكلبشين وقاعد على السلم. طب اتعرض على النيابه يا جماعه؟ قالوا لا مش هيتعرض النهارده، هتعمل له تعويض بكره. دخلت لوكيل النيابه، طبعا اول ما عرفت ان هو بره ما تعرضش، فقلت له مين الوكيل النيابه؟ بالعافيه. المهم لغايه ما وصلت له دخلت قلت له ابوس ايدك ابني ما عملش حاجه، طلع لي ابني. قال لي اقسم بالله ما قضيتي ومش تبعي، دي قضيه مكتب فني نائب عام مش تبعي، هما ما اعرفش جابوهولي ليه. وراح مشكورا قال لي طب بص انا هديك بيانات عشان ترتاح، دي القضيه رقم 6 لسنه 2013 مكتب فني نائب عام، انا ما حققش فيها. قلت له طب حضرتك اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا محتاس مش عارف اعمل حاجه. قال لي لا ما تعملش حاجه، حضرتك ابنك هيمشي وهيجي بكره نيابه امن الدوله، وانا يا سيدي عشان خاطر حالتك وحاله والدته والمنظر اللي انا شايفه دوت هكتب لكم توصيه للاسم يقعدوه في مكان ادم.